بيدها تمسكه وفي قلبه لهفة حبست منذ عام. قبته الرقيقة لم تفارق أنامل أمه المتعبة. في أروقة السوق الشعبية تجول، نظراته كانت تغازل تلك الملابس المعلقة على جدران المحلات المزينة بألوان العيد والفرحة. يختار ما تسمح تلك الدنانير الموجودة في حقيبة والدته اليدوية. اختار قميصا زهريا وبعينيه نظرات الرضا والقناعة. لكن عند باب السوق الأخير وقفت آلة الموت حائلا بينه وبين الخروج إلى دنيا العيد. لم تمهله أن يلبس ذلك القميص. فجأة تحول اللون الزهري إلى أحمر قاتم، لون الدم. يد الولد لم تفارق أمه المتشبثة بيده، خوفا عليه أن يتيه في درابين السوق الضيقة. لكن فجأة انقلب حال السوق وحل دوي الانفجار محل ضوضاء البائعين. تاه الولد، مات بهدوء وارتقى إلى خالقه. ربما ستكون أرجوحة جنة الله أفضل من أرجوحات المدينة الحديدية. ربما سيبدل الله ذلك القميص الزهري الذي كتب عليه أكتب الطفل عليه شكواه بأي ذنب قتلت، سيبدل بلباس من سندس واستبرق. لكنه ما زال خائفا ويتمتم بكلمات مرتجفة: كيف أمسك الأرجوحة ويدي قطعت عند ذلك السوق المشؤوم. هناك انتبه الولد وأدرك بأن عيد الله يختلف عن عيد الدنيا الضائقة.